دكتور وأبوه مطرب مشهور وبيسمع أم كلثوم من بلد السمك ووحدة اتبنته، جورج وسوف وأصالة وش السعد علي، بيحب التعليم والثقافة، وصلة قرابة بتجمعه مع مصطفى شعبان. كلامي هنا عن مطرب المهرجانات حودة بندق. يا ترى ايه صلة القرابة دي وحكاية الست اللي اتبنته، وليه أبوه رفض يسفره لبنان؟ ده اللي هقول لكم عليه وأسرار تانية كتير هتعرفوها لأول مرة عنه في الفيديو ده، خليكم معايا. محمود محمد حسن أو حودة بندق زي ما الناس عارفة، اتولد في مدينة اسكندرية واللي معروفة طبعا بالسمك والبحر. طلع من عيلة فنية أصيلة، أصل أبوه يبقى محمد بندق اللي من أشهر المطربين الشعبيين في الإسكندرية، وياما وقف أهالي إسكندرية كلها على رجل علشان يحضروا له حفلة واحدة بس بسبب جمال صوته وخفة دمه اللي كانت محببة فيه الناس كلها. مامته ست بيت شاطرة مهتمة بتربية ولادها اللي هم حودة وأخوه التاني. المهم كبر حودة ولقى أبوه الناس بتحبه ومشهور، فبدأ حب الغنى والشهرة يجري في دمه ويحلم إنه يبقى زي أبوه وأكتر كمان. ولما أبوه أول ما عرف كده شجعه على الغنى وخده معاه المطعم اللي كان بيغني فيه. مستغربين صح؟ أصل أبوه كان بيغني في مطعم سمك كبير قوي في اسكندرية، وكل النجوم من مصر وبره مصر بتروح اسكندرية مخصوص علشان المطعم ده. وطلع غنى حودة لأول مرة وهو عنده 6 سنين بس، وقتها كان بيلخبط كتير قوي في الأغنية اللي بيغنيها، ده لأنه لسه عيل صغير ما يعرفش حاجة. خلص حودة بندق الأغنية وكان متوقع الناس تضحك عليه، بس لقى العكس، الكل بيسقف له وبيقول له برافو، ازاي العيل الصغير ده يطلع منه الصوت الجميل ده؟ وطبعا هنا ثقته في نفسه زادت قوي وبقى عنده شغف وشجاعة يغني تاني على المسرح. المفاجأة بقى ان صاحبة المطعم حبت حودة جدا من بعد ما غنى مع ابوه على المسرح، وهنا قررت انها تتبناه ويبقى زي ابنها بالظبط وتجيب له كل اللي نفسه فيه وتقف جنبه لحد ما يحقق حلمه ويبقى مطرب مشهور. وكانت كل ما يجي حد من المشاهير تجيبه تعرفه عليه وتقوله غني قدامه، لحد ما صادف يوم وجي سلطان الطرب جورج وسوف المطعم وسمع صوت حودة بندق واتخض من جمال صوته وقال لازم اظهر صوته للعالم كله ويطلع معايا في حفلة راس السنة. والكلام ده كان سنة 2008، وطلب يعملوا له جواز سفر لبناني علشان يروح يغني معاه. وفي اليوم ده فرح جدا بندق وابن حودة، بس يا فرحة ما تمت، لأن صاحبة المطعم قالت لأبوه لو سفرت ابنك لبنان يغني مع جورج مش هيحصل كويس وهخرب الدنيا. وطبعا الأب خاف على لقمة عيشه ومرضيش يسفر ابنه، رزقه كله عندها بتخليه يغني في مطعمها وعمل له فرقة موسيقية. ومن بعدها قرر حودة بندق انه يركز اكتر في دراسته لانه كان بيحبها جدا وبيحب يكون شخص مثقف، وحلم حياته يبقى دكتور في الموسيقى، ولكن ما قدرش يوقف غنى اكتر من 6 شهور ورجع تاني وظهر في برنامج سولا وغنى معاها ومع شيرين. وهوب الحظ لعب معاه وجي منتج المطعم وسمع صوته واخده يشارك في مسلسل الزوجة الرابعة مع الفنان مصطفى شعبان، ودي كانت فتحة الخير عليه وبداية شهرته خطوة ورا خطوة لحد ما دخل عالم المهرجانات الشعبية وبقى من أهم مطربيها. ومش بس كده، ده بقى بيلحن ويكتب أغاني، يعني تقريبا حلمه اتحقق وبقى دكتور في المزيكا. ايه رأيكم في صوت حودة بندق لو انتوا من جمهوره؟ وهي أكتر أغنية أو مزيكا عملها معلقة معاكم؟ وتفتكروا لو كان راح مع جورج وصوف وغنى في لبنان كانت هتبقى شهرته أكبر ولا ايه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.